مرحلة السادسة. اوكي تعالوا نشوف هذا ايش بده اول شيء. اوكي بده النذر ريت ولا رات ولا مش عارف شو اسمه اوارت ولا ما علينا عشان يعطينا هذا الطوب وهذا التوب التوب. طيب في جستون تمام ايزي ايزي يا عمي بدنا تحديات اقوى من هيك. في حبة دخلت جوا هون بس اعتقد فاير اوكي فينا ناخذها. اوكي دخلنا كويس. هاي بطلت اشوف اصبر كيف اطلع يا الحبيب. اوكي طب تعالوا تعالوا نعطيه هذا البتاع اللي طلبهم منا. هاي هاي خذ تفضل. اعطانا ثلاثة اوكي ماشي حلوين. ايش بنحط فيهم هذول؟ بلوك اوف جولد. شفنا الجولد هون واحدة هون واحدة وهون واحدة. اوكي بس استنوا لسه ما اخذنا الامرالد. وين راح نلاقي الامرالد؟ تعرفوا شو هذا؟ راح ادور تحت النار. اقول نلاقيها تحت النار. يا اخي روح اخدع حدا غيرنا يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي اسكت يا اخي. تشيك امرالد وانا مولع كمان. طيب الحين اعتقد لو طلعنا فوق خلاص صح؟ اوتش طحت في النار مرة ثانية. كويس انه حاط لي هذه بتاعت النار علشان نلاقي الامرالد بعدين نقتل حالنا. واحد اثنين ثلاثة. الحين لازم نضغط هذا الزر. طب طب وات اخذ مني اغراضي واعطاني البو. ايزي مان ايزي سينج. واو من اول مرة اسطورة مان. اوكي يا شباب المرحلة السابعة وباقي لنا ثلاث مراحل والحمد لله كلهم لقينا فيهم الاميرالد. اوكي شو لازم نعمل؟ هاي في جستون. اوكي بعدين التشيك اميرالد تمام لقيناها. اوكي في هون الديرت اعتقد لازم نوصلها لهون بس كيف؟ هاي الاولى هاي الثانية تسحبها وهاي بتوديها لفوق بعدين هاي بتسحبها يس بعدين هاي بتوديها هيك بعدين هاي بتسحبها بعدين هاي. يا عمي عبقري عبقري والله عبقري والله يعني انا اصلا تبع خطط. ايش في ايش صار؟ اوكي هاي بعدين هاي. الله علي اسطورة اسطورة. هلا بنسحبها بهاي بعدين نسحبها بهاي وبعدين بعدين هاي. الله 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 عتبني على طول شباب. اخذنا الامرالد صح؟ والله ناسي. طيب اوكي هون حطيت لي كتابين هون في تشست بوك. هذا الامرالد تبعنا. اول شيء خلينا نعمل ونحط الامرالد تبعنا مكانه. اوكي تمام. طيب هذا الكتب فينا كسرهم؟ يس فينا كسرهم. ما بعرف اذا راح استفيد منهم بشيء. فينا نحاول. بعرف ما في شيء. اطلع فوق. ويت يا ربي لا باركور لا بالله عليكم. طيب شباب راح نوصلها ونشوف شو في فوق بعدين نرجع لكم. طيب الحمد لله عدينا الاولى وعدينا الثانية باقي الثالثة. في صندوق هناك. اوكي تشيست وات اوبسيديان. ايه اعطاني واحدة ثانية بيدروك. اوكي واو اعطاني اليتر. اوكي وهي وات اوكي عشان اقتل نفسي يعني. هذا الكتاب مش مستفيد منه بشيء على الفاضي هيك حاطه منظر. الله المرحله التاسعه شباب وباقي لنا مرحله واحده. اوكي لاحظوا انه وقفنا قدام البيت هناك.
وهنا في عنا ستون ما بعرف، خلينا نفوت نشوف ايش فيه هون. اوكي و اوكي عندنا الوردة، هنا ما في شيء، هنا ما في شيء، هنا ما في شيء، ما بعرف يمكن نستفيد منها بعدين. Emerald is not here. Emerald is not here. Chest. Button. هذا وين نحطه؟ Green terracotta. أي؟ لا. لا. لا لا. معناته في واحدة أخضر أغمق من هيك. هاي هاي هاي. لا. هاي 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 لا هاي لا. واو 2000 years later. هنا في شيء و اوكي ايش بتعمل هاي؟ ما بعرف، خلينا نجرب ايش عامله، ايش عامله. هاي طالب بيكيكس. اوكي الستون. اوكي هاي ستون. اشي ما في شيء، ما في شيء. هي كمان ستون. اوكي اعطانا الزر هذا، وين فينا نحطه؟ سترايب مش عارف ايش، وود على خشب. اوكي هنا في كمان يمكن نلاقي الاميرالد تبعنا. وين؟ وين؟ حتى المدخل ضيعته. يمكن ورا هذول في شيء. طيب هذا الصندوق شفنا الزر بنحطه هون. وات؟ هون مفتوحة جوا صح؟ ويت وش؟ اوكي ويت ويت ويت. ايزي بوي ايزي ايزي ايزي. وين وين؟ تمام تمام. الحين بنحط الزر هذا and here we go. اوكي المرحلة العاشرة. ايش في؟ كبتس ليفل. لا تشيك اميرالد. ترى انا نفسكم مش شايف شي بالفيديو، بس راح ارفع لكم اياها بالمونتاج، راح ارفع لكم الاضاءة. اوكي الظاهر ان الازرار هذي بتقتلني، فما لازم ما لازم ادوس على ازرار. اوكي شباب انا حرفيا مو شايف شيء، قاعد امشي على العمياني. هذا الزر كبسته من شوي ودمجني. هذا ايش؟ جيست. اوكي جيست حلوين. في زر هون. واو فول دامج. اوكي لا 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 لا، راح احط الامرالد اول بعدين راح ارجع. بس وين الطريق؟ كيف راح ارجع؟ ما راح ادوس ولا زر غير لما احط الاميرالد. اوكي لقيت المكان. تمام هذا الاميرالد تبعنا. تشيك اميرالد فاوند، يو هاف انلوك ذا بونس ليفل. تمام الحين اخر زر راح يموتنا اعتقد. وين الطريق؟ هون هون. هذا زر. اوكي فاضي خبسناه اوريدي يعني. هذا اوكي باقي زر واحد، باقي زر واحد هو اللي راح يجيب اجلنا. هذا جبنا. وين الطريق؟ هذا جبنا. هون الطريق. هون. لا مش هون. هيك اعتقد هذا.
لا كمان هون. يس يو هاف فينيش ذا ماب. كفو والله شباب. طيب تعالوا نلعب البونس على السريع على السريع. احنا اوريدي جبنا العشرة ايميرال، تعالوا نلعبها على السريع وبعدين ننهي الفيديو. تعالوا نشوف هذه المرحلة ايش فيها. وات بس هيك؟ طيب يا شباب لهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. زي ما انتم شفتوا خدعونا، جمعنا 10 ايميرالد بالاخر زي ما انتم شفتوا. اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو شباب. اذا حابين ننزل تحديات نفس هيك والغاز وخدع ثانيه ترى في عندي كثير، اذا حابين ننزل زي هيك اكتبوا لي تحت في التعليقات. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناه وكمان تحطوا اللايك. باي باي.